صباح الخير مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا بكم في امسيه متجدده تجمعنا بكل المحبه عبر برنامجكم عمان اليوم. اهلا بكم في مساء يوم الاربعاء. عاده الاربعاء يكون هو يوم الذي نقضي فيه الوقت الجميل للتواصل مع الاصدقاء او قضاء بعض الاوقات للترفيه والاسترخاء. ايا كان قرارك، الاهم ان تستمتعوا، ومن اختار رفقتنا نقول له شكرا واهلا وسهلا. مشاهدينا، تتابعون في عمان اليوم جوله مع احداث عمان اليوم، الارشاد الاسري في مواجهه التحديات، الهروب الكبير والمالد في مقدونيا، المطاعم ثقافه جديده في حياه الشباب. وتتابعون في عمان اليوم تقرير من معرض التوظيف والتدريب، وكاميرا عمان اليوم تتجول في مطاعم مسقط. وأيضا هذه كانت عناوين حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى أن تقضوا وقتا ممتعا وجميلا في أمسية اليوم. محطتنا القادمة آخر الأخبار، فاصل ونعود. المادة 15 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 قد نصت أنه عند اكتشافك عيبا في سلعة من شأنه الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات، بالرغم من أن السلعة قد استعملت بالطريقة الصحيحة، أن تبلغ المستهلك والهيئة العامة لحماية المستهلك بغاية السرعة عن الأضرار المحتملة وكيفية الوقاية من حدوثها، فكن حريصا على عدم مخالفة ذلك. مع تحيات الهيئة العامة لحماية المستهلك. في كل أسبوع تشهد السلطنة العديد من الأحداث والفعاليات والأنشطة المحلية الهامة. ونرفع النشيد والعلم، تحيا عمان. وبدورنا نقوم برصد الأهم والأبرز منها من خلال ملف أسبوعي نستعرضه وإياكم أسبوعيا في برنامج عمان في أسبوع. موطن العلا خفاقة راياتها شمم. عمان في أسبوع كل جمعة في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا، نأخذكم في جولة مع أحداث عمان اليوم. لقاء معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات بأصحاب وصاحبات الأعمال بصلالة. جامعة نزوة تقيم حفل افتتاح الموسم الثقافي التاسع بعنوان نحو وعي استهلاكي رشيد. الجلسة الختامية لحلقة العمل التدريبية حول التأهيل الفني للعاملين في مجال الإرشاد الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي. السلطنة تشارك في أعمال الدورة 39 لمجلس وزراء الصحة العرب. معرض فرص العمل والتدريب اختتم اليوم بالقاعة الكبرى بجامعة السلطان قابوس. هذا المعرض الذي استمر لمدة 3 أيام. الزميل سيف الفوري كان مع الحدث، نتابع التقرير سويته. ينظم مركز التوجيه المهني ممثلا بقسم العلاقات المهنية بجامعة السلطان قابوس
على مدى 3 أيام من 11 إلى 13 مارس معرض فرص التوظيف والتدريب، والذي يقام سنويا وبمشاركة أكثر من 60 مؤسسة حكومية وخاصة بالسلطنة، التي تقوم بدورها في تقديم 1186 فرصة عمل توظيفية و799 فرصة تدريب وتوفيرها لطلبة وطالبات الجامعة على جميع مستويات التخصصات الجامعية. طبعا هذا المعرض سنوي عندنا يقام في فرص وظيفية اللي هي متوفرة حاليا معنا 1186 فرصة تقريبا، وأيضا في فرص تدريب لأن هذا هدفنا أيضا ما فقط توظيف، أيضا تدريب طلابنا لمعرفة سوق العمل وأيضا لتهيئتهم لسوق العمل، اللي هي 799 تقريبا فرصة تدريبية لمختلف تخصصات جامعة سلطان قابوس. وأيضا احنا في هذا الحدث نسقنا أن يكون في فعاليات مصاحبة للمعرض مثل اللي هي مقابلات شخصية، وهي مهمة على أساس يكون في شفافية للتوظيف، تم بعد ما فرز الطلبات ممكن تكون مقابلات شخصية لعدة شركات حاجز القاعات عندنا لعمل المقابلات هذه الشخصية، وأيضا في تسويق لبعض التخصصات من ناحية الأكاديمية للسوق العمل يحضرها المدراء شؤون التوظيف في القطاع سوق العمل مثل تخصص نظم معلومات وإدارة العمليات لكلية التجارة، وتخصص الموارد الطبيعية لكلية الزراعة، وأيضا تخصص الفيزياء لكلية العلوم. ويستقطب المعرض سنويا مشاركة الكثير والجديد من المؤسسات المحلية والدولية كهيئة الإذاعة والتلفزيون التي تشارك لأول مرة في هذا المعرض منذ بدء إقامته قبل 15 عاما. هي هذه أول مشاركة في هذا المعرض، معرض فرص العمل والتدريب. الأهداف من وجودنا هنا هو البحث عن كوادر جيدة ومبدعة في مجال الإذاعة والتلفزيون والهندسة. أيضا هناك مجالات للتدريب للطلبة على رأس العمل بحيث يكون لهم تدريب تطبيقي في مجال الإذاعة والتلفزيون والهندسة. ويهدف المعرض إلى إيجاد أرضية للالتقاء بين طلاب الجامعة ومؤسسات قطاع العمل، وإبلاغ الطلبة وإطلاعهم على كل ما هو جديد من فرص شواغل العمل وتوجيههم إلى كيفية التقدم لها، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للتعرف على المستوى الأكاديمي وعلى المهارات والقدرات التي يتمتع بها طلبة وطالبات ومخرجات الجامعة. معرض التوظيف والتدريب لعام 2013 يشهد إقبالاً كبيراً من الطلبة والطالبات، كون أنه يتيح لهم فرصة التعود والتعرف على بيئة العمل، وذلك من خلال الاتصال المباشر بالمؤسسات، مما يمكنهم مستقبلاً من المساهمة والمشاركة الفعلية في بناء الوطن. سيب بن يوسف الفوري، جامعة السلطان قابوس، لبرنامج عمان اليوم. مشاهدين الأحبة، تشهد دول العالم عمليات تغيير عميقة وسريعة شملت مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يحدث ذلك في ظل تغييرات تكنولوجية واجتماعية واقتصادية سريعة أثرت على المجتمعات عامة وعلى دور الأسرة خاصة. لذلك أصبح من المهم جدا أن تنظم برامج خاصة لتعزيز مهارات القائمين على الإرشاد الأسري. وزارة التنمية الاجتماعية نظمت حلقة عمل تدريبية للتأهيل الفني للعاملين في مجال الإرشاد الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نرحب بضيفنا سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية. مساء الخير سعادتك. مساءكم الله الخير وأهلا وسهلا بكم. اهلا بك سعادتك. قبل اليوم كان ختام هذه الحلقه التدريبيه وخلصت اكيد بتوصيات مهمه، قبل ان ندخل في التوصيات دعنا نسال في البدايه الى اي درجه هذه التغييرات العالميه قاعد تاثر علينا كاسره وكمجتمعات؟ اولا شكرا جزيلا لكم على هذه المقدمه التي تربط بين ما يحدث من تغيرات سواء كانت محليه او عالميه، والتي حقيقه تؤثر على الاسره
بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي واقع الأمر يعني هذه الحلقة التي نتكلم عنها والتي يعني تركز على موضوع في غاية الأهمية، وكلما جاء وقت تزيد أهمية هذا الأمر. لماذا؟ نتكلم عن الإرشاد الأسري الذي يهدف في رؤية واضحة تنشد إلى تحقيق مزيد من التماسك، تماسك الأسرة. وتماسك الأسرة حقيقة مسألة ضرورية يجب أن ننتبه إليها، لأن كلما تماسكت الأسرة كلما استطعنا أن يكون لدينا يعني مجتمع متماسك، مجتمع آمن ومستقر. طيب هذه التغييرات سعادتك تؤثر على الأسرة على الأشكال الحين الأنماط الأسرية عموما اختلفت مع تغييرات المدنية، مع تغييرات يعني زمان كانت في الأسر الكبيرة الحين بدأت تخف تجاوبا مع هذه التغييرات على مستوى العالم، وهذه طبعا أثرت في مجتمعاتنا. هل تؤثر هذه أيضا على التماسك، ولا التماسك أخذ شكل مختلف؟ هو في واقع الأمر يعني التغيرات كما قلنا يعني لن تتوقف، وعلى المجتمعات وعلى المؤسسات المعنية بالشأن الاجتماعي أن يعني أن تتعامل وتتعاطى مع هذا التغيير يعني لتعد القائمين على مسألة الإرشاد الأسري وعلى مسألة الاستقرار الأسري الذي يعكس في النهاية استقرار مجتمعي، إعدادا يمكنهم من التعاطي مع الأفراد والأسر، لأن التغيير لا بد منه. ولكن الهدف في رؤيتنا أن نحد من تأثير هذا التغيير. أن تحد من تغيير هذا يعني تأثير هذا التغيير من أي ناحية؟ نحن نعلم. نستوضح نعم نحن نعلم أن يعني الأسرة هي نواة المجتمع كما قلنا. ورؤيتنا في وزارة التنمية الاجتماعية الآن هو أن نتبنى برامج وقائية. سأجيبك على السؤال. نتبنى برامج وقائية من خلال برنامج وطني يدعى التماسك الأسري. طيب. القائم على إرشاد المتزوجين حديثا والمقبلين على الزواج، لأنه هنا بيت القصيد. نحن الآن نشهد تصدعات في الأسرة ونشهد انحرافات يعني موجودة بين الأولاد أو بين أفراد الأسرة. هذه الانحرافات وهذه التصدعات التي تحدث في الأسرة، وقد تكون هناك بعض المشكلات السلوكية التي لا يعرفها سابقا المجتمع العماني نتيجة التأثيرات التي نشير إليها يعني. فظهرت أنماط وسلوكيات جديدة. نعم. في المجتمع. نعم. طيب. وبالتالي يعني نحن حينما نتكلم عن البرنامج الوطني للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، رؤيتنا بعيدة المدى. كيف ذلك؟ حينما تؤسس الأسرة تأسيسا واعيا ويدرك الزوجان بأن هذه الأسرة يعني دورها في أنها توجد بيئة آمنة ومستقرة ومتماسكة، ينعكس إيجابا على المستوى التربوي والتوجيهي من قبل الوالدين على الأبناء والبنات. معنى ذلك على المدى البعيد نستطيع أن نوجد أبناء وبنات مستقرين ويعني تم إعدادهم إعداد جيد من قبل الأسرة. هذا البرنامج الوطني راح يتم تطبيقه؟ بدأ الآن يعني من خلال إعداد مدربين. من خلال إعداد مدربين. إعداد مدربين ليقوموا بعد ذلك لتدريب آخرين من المدربين على مستوى محافظات السلطنة. والمدربين هم من وزارة التنمية الاجتماعية ومن وزارات أخرى شريكة كوزارة العدل والأوقاف والتربية والصحة، وحتى بعضهم بعض الأحيان يكون المدربين بحكم يعني قدراتهم وإمكاناتهم يعني يتم اختيارهم. هذا البرنامج يعني نتوقع منه حينما يعني تكتمل دورته التدريبية التي بدأت بإذن الله تعالى، يعني رؤيتنا في أنه نوجد مدربين آخرين. ورؤيتنا يعني في هذا الجانب هو أن يقوم المدربين تدريب آخرين، والآخرين يقوم بعملية التثقيف والتثقيف الزواجي. التثقيف الزواجي يعني نأمل إن شاء الله في يوم من الأيام أن لا يتم الزواج إلا بعد أن يدخل الزوجان دورة تدريبية تبصرهم وتمكنهم من فهم الحياة الزوجية وتعطيهم رخصة للزواج بعدين. نتمنى ذلك إن شاء الله. طيب متى التقبل والتجاوب في توقعاتكم، لأن تعتبر هذه البرامج بحد ذاتها كفكرة مستحدثة في المجتمعات، أنه يعني عادة في معايير معينة للزواج في مجتمعاتنا إحنا العربية. نعم. نعم.
لما نستحدث فكرة التثقيف الزواجي هذا، متى تقبل الأفراد والتجاوب في توقعاتكم؟ لابد أن يصاحب هذا البرنامج الوطني برنامج توعوي وتثقيفي، ونحن إن شاء الله سنستهدف الجامعات والمدارس الثانوية والأندية والجمعيات يعني استهدافا مباشرا ليساعدونا على نشر هذا الوعي. والدول التي سبقتنا حقيقة، هناك دول سبقتنا في هذه المسألة، يعني حقيقة قطعت شوط طيب، انعكس ذلك إيجابا على يعني في تخفيف حالات الطلاق، في تخفيف حالات التصدع الأسري، يعني في ايوه في دول سبقتنا في هذا الجانب. ولذلك يعني نحن يجب ان نتعاون جميعا، وانا اناشد جميع الأخوة والأخوات في المجتمع ان يعني يتفهموا هذا البرنامج ويدفعوا به دفعا إيجابيا. يعني في دراسات مسبقة قامت على دول معينة وطبقت دول عربية وصار في نتجاوب من الأفراد المجتمع في هذا الجانب؟ نعم في تجاوب، والأكثر من هذا أن نتائجه بشكل مباشر على استقرار الأسرة. والتوعية طبعا لازم تكون مش فقط للمقبلين على الزواج، وأيضا الأولياء الأمور الأسر على بالتأكيد. أساس يكون لهم جانب الدعم بالتأكيد. فمتوجهين ليهم أيضا ولا فقط المدربين للي حيقوموا بالتثقيف الزواجي؟ لا هو بالتأكيد أيضا سيستهدف يعني الأسر بشكل عام، يعني الكبار والصغار والشباب بالذات. جميل. هذا طبعا هذا برنامج متكامل. نعم. راح يكون فيه طبعا تكاتف جهود من عدة جهات. التحديات اللي تواجهنا في منطقتنا يعني منطقتنا الإقليمية تحديدا وعمان. نعم. إذا قدرنا نختصرها في ثلاث تحديات مثلا في قناعاتكم شو هي؟ نعم، فيما يتعلق باستقرار الأسرة تقصدين؟ بالضبط، في الاستقرار والتصدع اللي هم أنتم قاعدين تأخذون جانب وقائي على أساس لا يت... نعم. لا يتفاقم. نعم. فإيش التحديات الرئيسية اللي قاعدين نواجهها في مجتمعاتنا؟ والتحديات قد تكون يعني تتعلق بضعف الفهم أو ضعف الإدراك بين المقبلين على الزواج، يعني في مسألة إعداد ويعني تأسيس أسرة قائمة على أسس واضحة ومحددة، ويعني قائمة على أسس يعني صحيحة. هذه تؤدي إلى 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 تصدع سريع للأسرة. وهذا إلى تصدع سريع للأسرة. نعم. طيب. نعم. الشيء الثاني هو تأثير بعض الوسائل التي بدأت تستخدم من قبل الشباب بشكل قد يكون غير إيجابي، تؤثر سلبا على الأسرة أو على يعني أفراد الأسرة تقريبا. المقصود بالوسائل قد تكون وسائل تكنولوجية ووسائل تواصل. وسائل تكنولوجية يجب أن توجه توجيها سليما حقيقة، لأنه ثبت بأن قد تؤثر تأثيرا يعني إن أسيء استخدامها تؤثر تأثيرا يعني غير صحيح وغير سليم. الشيء الثالث هو أنه يعني أدوار المؤسسات التعليمية والمؤسسات الاجتماعية المختلفة يجب أن يكون أقوى مما هو يعني يحدث الآن، ولذلك تعزيز أدوار هذه المؤسسات مهم جدا في مسألة التماسك الأسري ويعني والتعاطي مع المشكلات الاجتماعية. العاملين في مجال الإرشاد الأسري خصوصا هم قاعد يتعاملون مع مواضيع حساسة جدا. نعم. وتعتبر حديثة نسبيا في مجتمعاتنا، كيف يتم تأهيلهم وتدريبهم على هذا البرامج؟ الدورة التي نحن نتحدث بشأنها والتي اختتمت اليوم هي يعني دورة شارك فيها عدد من الدول الخليجية، يعني دول الخليج واليمن، سبع دول كلها بما فيها عمان. شارك فيها العاملون في مجال الإرشاد الأسري. هذه الدورة ركزت على بناء القدرات. بناء القدرات؟ بناء القدرات. نعم. بالنسبة للمدرب؟ لا، بالنسبة للمرشدين اللي هو الأخصائيين العاملين في مجال الإرشاد الأسري. طيب. القدرات التي تستهدفها هذه الورشة هي الأساليب والأدوات والمناهج في عملية الإرشاد. لأنه كما تعلمين أنه هناك برنامج وقائي وهناك برنامج علاجي. حينما تحدث المشكلة ويعني يسعى المسترشدون من الأفراد أو الأسر إلى أخصائي الإرشاد أو أخصائي الإرشاد الأسري، يفترض بأنه الأخصائي أن يكون قادر على التعاطي مع هذه المشكلة من خلال أدوات يعني من خلال أدوات ومنهجيات ويعني إلى آخره من 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 الملكات التي يجب أن تتوفر في عامل في هذا المجال المهم.
هم يتم تدريبهم حاليا على اساس انه يكون برامج وقائيه. نحن عندنا ايضا برامجين متوازيين. برنامجين متوازيين. برنامج يستهدف اعداد مدربين في مجال الارشاد الزواجي، وبرنامج يستهدف الاخصائيين العاملين في مجال الارشاد الاسري العاملين الان في مسقط وخارج مسقط، يعني بالنسبه لعمان يعني. ولذلك الوزاره لن تتوقف في بناء قدرات العاملين في هذا المجال. لماذا؟ لانه يعني من الضروري جدا ان نستمر في بناء قدرات هؤلاء العاملين في هذا المجال، لانه يعني هناك الجديد المستمر من المعرفه والمهارات في هذا المجال، وبالتالي يجب ان يعرفوا باستمرار ويمكنوا باستمرار في ان يكونوا قادرين على التعاطي. الشيء الثاني هو ان تظهر هناك الان مشاكل متجدده ومتنوعه لا يعرفها المجتمع، وبالتالي هذه البرامج التدريبيه يعني تشكل فرصه يعني للمشاركين في انهم يتناقشوا حولها ويتفقوا على الـ على الـ على الـ الادوات الانسب في التعاطي مع مثل هذه المشاكل. كيف راح يتم توزيعهم جغرافيا على يعني على مستوى السلطنه؟ هل وين راح يكونوا متواجدين المرشدين الارشاد الاسري؟ الارشاد الاسري عندنا اقسام في المحافظه، دوائر واقسام في المحافظات والولايات في دوائر التنميه الاجتماعيه، وهم الان موجودين ويعني هم يسموا اخصائيين ارشاد اسري، والوزاره الان تحاول ان تضاعف الاعداد لان الحاجه لمثل هذه الخدمه مهمه جدا ويحتاجها المجتمع. وهذا يثبت من خلال المؤشرات المتوفره عندنا في الوزاره، يعني تدلل على ان هناك مشاكل عددا ونوعا تزيد يوم بعد يوم، وبالتالي يعني زياده عدد العاملين في هذا المجال امر مهم، ولكن الاهم تمكين هؤلاء العاملين يعني في التعامل مع هذا الامر المهم اللي هو الارشاد الاسري، ايضا جانب يعني الوزاره سوف تستمر فيه من خلال الاستفاده من الخبراء وبرامج التدريب التخصصيه. مثل ما تفضلت سعادتك قبل قليل بانه المتغيرات هذه سريعه جدا على مستوى العالم، وهذه المتغيرات قاعد تاثر على اسرنا وعلى ابنائنا. ايش هي خطتكم او رؤيتكم بالنسبه للعاملين او المدربين المرشدين بانه يتم تمكينهم بحيث يواكبوا هذه التغييرات اللي قاعد تحصل؟ ايش توجهكم في هذا الجانب؟ مثل ما ذكرت قبل قليل مزيد من التدريب، تدريب مستمر. عندنا ايضا برنامج تاهيل اللي هو يتعلق بإرسال عدد لا بأس به من العاملين في هذا المجال إلى جامعات وتخصصات يعني تخصصات لها علاقة بالإرشاد الأسري، بالإضافة إلى التدريب المستمر. تمكين هؤلاء سوف يساعدنا على أن نتعاطى مع هذه المشكلات المتنامية بشكل سليم وصحيح. فهل في خطة واضحة ماشية في هذا الجانب؟ يعني نعم. إيش هي خطتكم القادمة بالنسبة للتدريب؟ عندنا برنامج تدريب وتأهيل للموارد البشريه على مستوى الوزاره بشكل عام، برنامج طموح جدا وقد بدانا تنفيذه. يعني العام الماضي نفذنا مئات البرامج التدريبيه تستهدف العاملين في التنميه الاجتماعيه. وقصت نتائجها بعدين اللي تاثيرها على المجتمع وتفاعل المجتمع نعم معها. نعم بدا المجتمع في الحقيقه مثل ما يعني من خلال ما نستقرأه من مؤشرات بدا المجتمع يلمس ناتج العائد من هذه البرامج التدريبيه، لانه العاملين يستطيعون بعد التدريب بعد كل تدريب ان ينمي من قدراتهم وينمي من وسائل يعني التعاطي مع يعني الافراد والاسر التي تريد ان تستفيد من هذه البرامج. نحن نركز دائما على مساله الحوار البناء ويعني فنيات التواصل مع الاخرين. هذه مساله ضروريه جدا في المسترشد حقيقه او في المرشد. في المرشد نفسه. في المرشد نعم. بالضبط، هذه يعني خطط طموحة جدا، وبالفعل الأسرة نواة المجتمع وضروري جدا يكون في تركيز عليها. أولا نشكر سعادتك حضورك معنا، وشكرا جزيلا على تواجدك معنا وعلى هذه المعلومات القيمة، والدور كبير عليكم بس بتكاتف المجتمع طبعا ككل، ونتمنى التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا لكم، ونحن حقيقة لن نستطيع أن نكمل دورنا إلا بتعاون الجميع معنا. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا سعادتك. مشاهدينا فاصل ونعود. عزيزي الرائع،
أنت تريد النجاح، أنت تريد التفرد والإبداع، وأنت تريد وتريد وتريد، وكل ذلك ليس مجرد كلمات. لذلك تابعني لتكن بعدها بإذن الله أنت كما تريد. قال النفري يوما: إذا اتسعت الصورة ضاقت العبارة. لذلك نجد أن العبارة تضيق أمام صور استطاعت أن تخطف الأبصار رغم زحام التنافس. الهروب الكبير والمالد لسلسلة إنجازات جمعية التصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم لهذا العام في مشاركتها المختلفة لتمثيل السلطنة في المحافل الدولية، حيث حصدت الصورتين على جوائز في المعرض الدولي لفن التصوير الضوئي بمقدونيا. هذا المعرض سنويا برعاية الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي. نرحب بضيفينا اليوم، المصور أحمد بن عبد الله البوسعيدي المكلف بتيسير أعمال جمعية التصوير الضوئي على الجائزة الشرفية عن صورة فن المالد. أهلا وسهلا بك. المصور ماجد بن عبيد العامري على الجائزة الشرفية عن صورة الهروب الكبير. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. أولا نبارك لكم هذا الفوز وهذا الجوائز، ونرحب فيكم في برنامجنا عمان اليوم. أشكركم. أولا نقول ما شاء الله، يعني ما شاء الله رغم المنافسة الكبيرة فالصور العمانية والجوائز اللي حصدتوها هذا العام بالرغم أن المشاركة من 64 دولة من مختلف أنحاء العالم، ما هو جواز المرور للصور العمانية؟ بداية طبعا نشكركم ونشكر الهيئة دائما يعني بجميع وسائلها سواء كانت المرئية أو المسموعة على تسليط الضوء دائما على برامجنا وأنشطتنا سواء كانت داخل أو خارج السلطنة. بخصوص المسابقة هذه أو المسابقات بشكل عام الدولية، طبعا عمان أو جغرافية السلطنة وثقافة السلطنة هي جواز العبور للمصور العماني، غنى المحتوى اللي موجود سواء كان الثقافي، ثقافة غير مادية اللي هي الفنون اللي موجودة، الأزياء، الثقافة التي تحتويها عمان بجميع ربوعها سواء كانت من جنوبها إلى شمالها. إضافة إلى ذلك البيئة الموجودة، الشواطئ، الصحراء، الجبال، الأودية، وهذه يعني يمكن تكاد لا تكون في أي دولة أخرى، يمكن يكون في المنطقة. فنحن الحمد لله يعني المصورين العمانيين اللي موجودين في جمعية التصوير الضوئي دائما في مشاركاتهم، وتميز مشاركاتهم بناء على وجود مادة خصبة في السلطنة لنقل هذا الإرث اللي موجود أو الجمال اللي موجود نفس الشيء في السلطنة في مشاركاتهم الخارجية. فمثل ما قلت أنت يعني اللي هي 64 دولة
وتقريبا 520 مصور يعني يتنافسوا في هذه المسابقة، وأكثر من 5000 صورة. طبعا هذه المسابقات يتم تحكيمها من محكمين دوليين، ويتم اختيار قرابة 200 صورة أو 100 صورة من 5000 صورة. فالقبول في حد ذاته بغض النظر عن الفوز يعني يعتبر بالنسبة لنا فوز، فما بالك بتحقيق نتيجة سواء كانت هذه على المستوى المحاور اللي هي موجودة أو على المستوى العام. فالحمد لله رب العالمين، يعني الأعمال نالت استحسان لجان التحكيم وحصلنا على الجوائز، وهذا يعني فخر لعمان. يعني جميل جدا هذا الإرث البيئي اللي احنا عندنا في عمان واحنا عايشينه. المصور ماجد، كيف ممكن نختزل هذه البيئة وهذا الإرث في صور؟ طبعا ممكن نختزل هذه الصور بتوثيق الصور بطريقة فنية معينة، ليس مجرد التقاط الصورة. كيف نلتقط هذه الصورة؟ نختار الوقت والزمان المناسب، نعرف الفعاليات هذه متى تبدأ، متى تنتهي، متى أفضل وقت ممكن أنا أصور. فتخطيطك المسبق لتصوير هذه الفعالية ومعرفتك بوقتها متى تبدأ هي اللي تساعدك أن توثقها بطريقة ممتازة وتظهر الصور بهذا الشكل، بحيث لما تظهر صورة خارج وتمثل الصورة تمثل السلطنة بشكل مميز متميز، يميز السلطنة عن أي دولة في العالم. جميل. بس المواسم حتى نفس الشيء، مواسم التصوير اللي هي يعني طبيعية خاصة. يعني أنا أذكر الأخ ماجد طبعا من محبين تصوير الطبيعة بشكل كبير، يمكن الصورة اللي فايزة هي في تصوير الحياة الناس، لكن أتوقع أن يختاروا مواسم جميلة لتصوير الطبيعة، في ظفار، في مواسم الخريف أو ما بعد الخريف، بعض القرى الجبلية نفس الشيء فيها مواسم معينة للرمان أو اللي هي الزهور والخوخ والمشمش وتفتح الزهور وكذا. فهم الشباب يحسبوها يعني بشكل كبير جدا مسألة متى نروح، هذه التفاصيل الدقيقة دقيقة جدا يعني، في خاصة لمحبي تصوير الطبيعة يعني بشكل خاص. جميل. بس علاقة الإنسان، دائما الإنسان ابن بيئته، فعلاقة الإنسان ببيئته يعني إحنا كعمانيين وعايشين في هذه البيئة فنرى جمالياتها، كيف تنقلوا هذه الجماليات؟ كيف المشاركة الدولية معناته الإنسان اللي يتفرج على الصورة يتجرد من هذه العلاقة اللي أنت يعني اللي مع المصور مع المكان اللي قاعد يصور فيه؟ كيف ممكن عدسة المصور تنقل في صورة برموز بيئية؟ يعني أحاول أفهمها كعدسة مصور. شوف بشكل عام يعني أنا يمكن النقطة اللي أنت ذكرتيها، نحن بشكل عام متعودين على البيئة اللي موجودة في عمان. بالضبط. فلما يجينا الزائر بشكل عام، حتى الزملاء والأصحاب واللي هم في دول الخليج، كثير من الأصحاب مثلا موجودين في دول الخليج يتمنوا أنهم يزوروا السلطنة ويلتقطوا بعض الصور. نحن بحكم أننا متعودين على المنظر فما ننبهر بالمنظر، ولكن نبحث عن زاوية جمالية أخرى يمكن ما يشاهدها الشخص العادي. فالمصور الناجح هو من ينقل الشيء العادي بطريقة غير عادية ينبهر بها المشاهد، سواء كان في عمان أو في خارج عمان، بغض النظر عن أي خلفية ثقافية عند المشاهد. بالفعل اللي هي نحن نسميها في عالمنا، في عالم الفوتوغرافيا بشكل عام، هي الرؤية البصرية أو الثقافة البصرية للمصور. لابد أن تكون ثقافته قوية في التقاطه ونظرته يعني نفس الشيء. الحين على الشاشة صورة المالد اللي شاركت في المسابقة وفازت فيها، تحدثنا قليلا عن صورة المالد. صورة المالد طبعا هذه من مهرجان مسقط، ما هذا المهرجان الماضي اللي كان في حديقة القرم، هذا العام كان في حديقة العامرات. الصورة لحركة أو فن المالد، طبعا الكل نحن لما نشوف فن المالد نشوف اللي هي حركة الأشخاص وتمايل الأشخاص أمام الشخص اللي هو المنشد أو اللي يقوم
بأداء هذا الفن التقليدي واللي تشتهر فيه أكثر من منطقة في عمان. أنا حاولت أني أميز الشيبر، طبعا في رجل كان كبير في السن جالس على المقدمة. أيوة، القصة المقدم اللي كنت حاول توصلها أيوة للمشاهد لما يرى هذا الصورة. هو الميلان اللي موجود والحركة اللي موجودة هناك، عندنا تقنية نحن في التصوير، تقنية في الكاميرا نفسها اللي هي السرعات البطيئة، استخدام السرعات البطيئة في الغالق. فأثناء التصوير أي حركة أيوة تبين في الكاميرا، وتعمدت ان الرجل هناك اللي موجود، فرحت له اقول له ان الوالد ممكن تشوف على الكاميرا بس يعني عاد بشكل ثابت كذاك يعني باسلوب. فبالفعل حاول انه يشوفني وهو مركز ونظرته، بينما كل اللي حوالينا من الخلف كانوا متحركين. ايش الرساله اللي بغيت توصلها او القصه اللي بغيت توصلها من صوره الوالد؟ انا القصه اللي باغي اوصلها اللي شرحت لي اياها الحدث الحين، الحدث لكن انا اللي اوصله دائما حتى بشكل عام من الصور اللي هي نقل ثقافه، نقل ثقافه العمانيه او نقل الارث من خلال حدث، من خلال الاحداث بشكل عام، الاحداث الفنيه اللي تكون موجوده في السلطنه يعني بشكل عام. كيف انك انت تشد المشاهد او تشد المتلقي لهذه الصور من خلال التقاطاتك او من خلال عدستك. طبعا المعرض اللي شاركت فيه كان فيه محاور ثلاثه اللي هو الرجل، المراه، الطفوله. نسمع وجهه نظرك المصور ماجد، ايهم كانت الاقرب بالنسبه لك؟ بالنسبه لي انا محور الطفوله. محور الطفوله، انا احب تصوير الطفوله كثير. ليش؟ دائما بحكم انا عندي اطفال اولا، الشيء الاول هذا اللي ايش الجماليات اللي تضيفها في الصوره؟ دائما انا احب براءه الطفوله والملامح اللي موجوده في الطفل دائما تكون اقرب لنفوس اي انسان، ودائما الانسان لما يكون موجود في الصوره يؤثر على المشاهد، فما بالك اذا كان طفل والطفل موجود بكل عواطفه وكذا في الصوره. فكنت احب محور الطفوله اكثر، بينما نافست في محور الرجل وفازت الصوره في محور الرجل. فازت الصورة في محور الرجل، لكن أنت الأقرب لك محور الطفولة. محور الطفولة نعم. طب ليش شاركت في محور الرجل إذا كان شاركنا نحن فيهم بثلاثنا بثلاثتهم بس هذا اللي فازت فيها. هي من شروط المسابقة أن كل شخص يقدم أربع صور في كل محور. في كل محور؟ أيوة. طيب ما هي المعايير اللي اعتمدت هذا المعرض يعني المسابقة عفوا؟ ايش هي المعايير اللي اعتمدت؟ هي المشاركة بثلاث أو بأربع صور مثل ما تفضلتوا، ايش هي المعايير اللي تم اختيار الصور الفائزة فيها؟ طبعا المعايير أول شيء الصورة تخص المحور نفسه، يعني محور الرجل في كله خاص بالرجل، بفعاليات الرجل، نشاطات الرجل، أي شيء يقوم به الرجل في الحياة فيتضمن هذا المحور، وكذلك الطفل وكذلك المرأة. أما بالنسبة للفوز فهنا أحيانا تفرق الصورة عن صورة، صورة لحظة تصوير الصورة، قوة الصورة، العاطفة اللي انت تنظر لها لما تنظر للصوره مثلا. فاتكلم عن الصوره، هذه صورتي اللي فازت. ايوه هي الحال ننوه ان صوره الهروب الكبير اللي فازت في المسابقه هي اللي موجوده على الشاشه، تحكي لنا القصه وراء هذا الهروب. وراء هذا الهروب هي بدايه السباق. كل صاحب الجمال يمسك الجمل ماله من الخطام ويحاول يبتدي يركض الجمل، يسحبه بقوه، فلما يركض الجمل كل شخص امام الجمل يحاول يهرب، فسميتها الهروب الكبير لانه يهرب. فقوه الصوره هنا في الجهاز اللي ماسكنا، هذا الجهاز هو عباره عن جهاز التحكم بالروبوت اللي موجود فوق الجمل، بينما يظهر في الصوره للمشاهد كانه برقيه، هذا اتصال او كذا. ونفس الشيء ملامح الرجل وقوته واحمرار وجهه يعني تبين قوه المشهد ولحظته والخوف، لان في اي تمتزج بين الخوف وبين الصلابه. انا قاعد اشوفها كمشاهد ويركض بقوة فدخل الصورة، حتى ملابسه يعني وسرعة تصوير الصورة باستخدام الغالق السريع، يعني سرعة كبيرة، 1/400 جزء من الثانية، فبالتالي تجمد الحركة اللي موجود فيها الشخص وتظهر كل تفاصيل الصورة في تلك اللحظة، عكس اللي الصورة اللي كان فيها أستاذ أحمد كان فيها حركة الغالق البطيء. الغالق البطيء عكس الغالق السريع. جميلة هذه القصص وراء الصور، وجميلة مشاركتكم وجميلة مسابقتكم، وشكرا جزيلا على وجودكم معنا. نشكر المصور أحمد بن عبد الله البوسعيدي ونشكر المصور ماجد بن عبيد العامري على وجودكم معنا في برنامجنا اليوم. نحن اللي نشكركم جزيل الشكر، ونحن نفس الشيء نرحب بكل موهبة موجودة في أرض عمان الغالية بإمكانهم يجيوا وينضموا معنا إلى
جمعية التصوير الضوئي. وشكرا جزيلا. شكرا من جزيلا تميز يعني. إلى آخر. من تميز إلى آخر. مشاهدين الأعزاء، مع تغيير إيقاع الحياة الدائم تظهر بعض العادات أو تتولد بعض الثقافات الجديدة، وبما أننا معكم في نهاية الأسبوع نقول لو لاحظنا أن الشباب هذه الفترة يتوجهون للمطاعم بشكل كبير، ومع هذا التوجه أصبحت المطاعم أكثر تنوعاً وتلبية لرغبة الشباب، لأن ما يقوم بالعمل عليها منهم الشباب أنفسهم. دعونا نتقرب من هذا الموضوع أكثر مع هذا التقرير لنتابعه سوية. ليس البحث عن التنوع في الذائقة وحده ما دفع هؤلاء لتناول الطعام هنا، بل هو التغيير والخروج عن النمط المعتاد والبحث عن متنفس لجميع أفراد الأسرة، حيث الطعام يقدم بطريقة شهية مع بعض الأجواء الشاعرية. نعم، طريقة التقديم وتنافس المطاعم ساهم في ظهور ثقافة الأكل في المطاعم، والتي اتخذها البعض هواية ومتعة حقيقية، حتى أنه يتنقل مع أفراد أسرته من بلد إلى آخر لتذوق صنوف الطعام. المطعم هو المشروع الذي لا يخسر، فالهوس الكبير بالمطاعم، فأصبح تكدس الزبائن بها يدعو للاستغراب، وكأنها توزع الطعام مجانا، خاصة في أوقات المناسبات كالأعياد والاحتفالات الوطنية وغيرها. وهناك مطاعم من فرط الازدحام عليها تتسبب بتعطيل حركة السير، وهناك مطاعم أخرى لكثرة مرتاديها تضع لوحة خارج بوابتها مكتوب عليها المكان مزدحم لا توجد مقاعد. كما أن المطاعم حاضرة في الشوارع الهادئة والطرق المزدحمة وفي الفنادق والمطارات، وكذلك في المتنزهات والمباني التي تضم المكاتب وفي مراكز التسوق. وهذا هو عالم صناعة المطاعم، والتي تصنف على حسب قائمة الطعام وأنواعها أو طريقة التحضير أو الأسعار. كما أن طريقة تقديم الطعام إلى الزبائن يساعد على تحديد نوعية المطعم، فهناك المطاعم السريعة ومطاعم العوائل والمطاعم الفخمة، وهناك تصنيفات أخرى تعتمد على نوع الطعام المقدم، هندي، مكسيكي، ياباني، شرقي، شعبي، بالإضافة إلى أماكن تناول القهوة والوجبات الخفيفة. إذن ثقافة تناول الطعام خارجا تتفق مع نظام السرعة الذي أصبح سمة العصر، كما وأن الذوق العام في انتقاء نوع الطعام اختلف، وأصبح الطعام المنزلي لا يواتي الفترة الحالية التي تتوق كثيرا إلى تناول الطعام الهندي والصيني والبحري وربما الوجبات المغلفة. فالطعام هنا مغريا ومتماشيا مع لغة العولمة الحالية، والمطاعم أضحت متنفسا للتغيير. هذا الموضوع دعنا نقترب من أكثر. معنا في الاستديو علي بن فياض آل عبد اللطيف، صاحب مطعم شوا إكسبرس، أهلا وسهلا بك. وأيضا معنا طلال بن جميل علي، صاحب مقهى شوكومينيا، أهلا بكم معنا في البرنامج. قبل أن ندخل في التفاصيل أكثر، من الأسماء حابة أتعرف على فكرة كل مطعم أو كل يعني علي مطعم أنت عندك، والأخ طلال هو مقهى ولا مطعم؟ كافيه، مقهى. مقهى أكثر. فنتعرف على المشروع نفسه، فكرته. شو إكسبرس؟ شو هو شو إكسبرس؟ هو شو إكسبرس هو متطور يعني كأكلة عمانية. أيوة. خلينا حديثة يعني. ويعني شو بنفسه بدأ من زمان كان يأكل مع العيش وهذا، خلينا يأكله بالسندويتشات. بالسندويتشات يعني مثلاً برجر وبرجر رخال وشوباتي. ودخلنا خبز الهندي فيه بعد، نفس الرومالي هي خبز الهندي. فالبهارات مالت الشوا نفسها اصليه. بهارات شوا نفسها اصليه. طيب. وشوا هي نفسها تدفن في الارض وتيجي يومين عندنا في المطعم. جميل، وتتحول الى عباره عن سندويشات، فتصير شيء خفايف. أيوة. اكثر من ما هي فكره التقليدي في في الشوا. صحيح. والمقهى اللي هو شوكومينيا، حسب علمي مينيا معناتها بالانجليزي اللي هو مور اوف، يعني اكثر اللي هو اللي واحد يلتصق بالشيء، مدمن يعني، مدمن للشيء. أيوه. فمدمن الشوكولاته. اذا ترجمنا الشوكولاته يعني تعطينا فكره المقهى.
هذا المقهى هو عبارة عن يعني سبيشاليزد في الشوكولات، متخصص في الشوكولات أكثر من ما هو في أي شيء آخر يعني. فش اسمه عندنا مثلا نقدم طبعا منتجاتنا كلها من شوكولات بلوك أوف شوكولات، طيب زين، اللي هي قطعة تجي ناخذها بالكيلو وتصنعوها في عمان. وتصنعوها في عمان هنا؟ القطع هذه نشتريها من برا. القطع تجي من برا؟ ايوه القطع تجيها من برا، بس نحن نسويها هنا في عمان. يعني مثلا منتجاتنا كلها نسويها في المطبخ عندنا. جميل، كيف توجهتوا الى هذا الاتجاه؟ يعني اتجاه المطاعم وفكره ان الواحد يبتكر شيء جديد مختلف عن اللي موجود. ايش اللي جاء على بالكم وتوجهتوا له؟ هو اصلا من اول احنا كنا باغيين نفتح مطعم أو مقهى، أكثر شيء كنا بغي نفتحه في كورنيش في مطرح. في كورنيش في المطرح. أيوة. في مطرح، طيب. وبعدين جاتنا فكرة ثانية، قلنا أول نفتح مطعم بعدين ندخل في كورنيش كمقهى عماني. فقلنا أول بنفتح مطعم، ففكرنا بمطعم مثلا كباب رولز. بعدين قلنا بعدين أنا كنت في مطعم جالس. أيوة. طيب. وشفت ناس السواح جالسين يأكلوا شوى وتعبوا إنه يمسكوا الشوكة والسكين ويأكلوا. وكان صعب حالهم عشان ياكلوا عشان في عظام. فانا جات لي فكره انه ليش ما اسوي لهم سندويتشات شوى. جميل، هذه فكره الشوى انك ابتكرتها بشكل عصري، هذا بنفسه فكره جميله. بس التوجه نفس المطعم، يعني لما فكرت تعمل لك مشروع ما فكرت لك تعمل لك مشروع مثلا بشيء اخر، انما توجهت للمطعم. ليش يعني ليش المطعم تحديدا؟ هل هي مطعم اليوم في اليوم فيها في السوق اليوم بشوف المطاعم فيها يعني رغبة كثير في الناس، رغبة من الناس. أيوة. والرغبة من الناس في قناتك هذه تعتبر مثلا يعني مع المدنية، مع فكرة المدينة، شو اللي يخلي الشباب يتوجهوا للمطاعم؟ كل ما المدينة تتطور تشوف فيها مطاعم تزيد أكثر، وصاروا ناس يحبوا يطلعوا في عمان. أول زمان ما كانوا ناس يطلعوا، كانت على 8 ساعة 10 كلهم في البيت مو نايمين أو لا يأكلون في البيت، لكن الحين شباب صاروا يطلعوا ويروحوا مطاعم. فالفئة الأكثر يعني اللي يحضروا عندكم فئة الشباب أكثر. صحيح. ولا فئة الأسر؟ صحيح، لا فئة الشباب أكثر. فئة الشباب أكثر. وقت الغداء الحين صار توقيت الغداء صار عكس يعني زمان. أول كانوا من 8 لين 2 يشتغلوا، بعدين يروحوا بيت يتغدوا، بعدين يرجعوا ويشتغلوا. الحين لا، الحين يشتغلوا من 8 إلى 5، فعندهم ساعة بريك فيتغدوا برا في ساعة ال بالنسبة للتشوكومانيا، فكرته هو عبارة عن حلويات وعبارة عن مقهى للمتخصص في الشوكولاتة. نفس الشيء، شو اللي جاء على بالك لما تفتح مشروع تفتحه في مقهى؟ يعني شو هل ملاحظ إنه ونوعية الناس اللي تحضر عندك؟ أول شيء مثل ما قال علي، الحين حاليا هنا في يعني في السنوات الأخيرة في مسقط الناس بدوا يطلعوا كثير للمطاعم والمقاهي، يعني يصير فترة تجمع الشباب والأسر. الحين غالبا ما يكون في المطاعم أو في المقاهي. وفكرة يوكومينيا نحن يعني كنا نخطط لها من زمان، من تقريبا 4 سنوات. من أربع سنوات كنا نفكر أنه نفتح كفكرة. بس نفذناها قبل سنتين، بدينا نشتغل عليها. يعني ليش طول تخطيطها هذه الفتره؟ هل لتصدير الشوكولاته مثلا؟ يعني قلنا ناخذ راحتنا في دراسه الجدوى، طيب، وندرس السوق جيد قبل ما نفتح. والغالبيه اللي يجوا عندكم في المقهى، هو طبعا المقهى ايضا جديد والمطعم ايضا جديد، تفضل علي وقال انه مثلا شباب غالبيتهم اللي يحضروا عنده، بس عندكم بما انه هو حلويات وشوكولاته ففيها نوع من نحن العكس، الغالبيه عندنا الاسر. ايوه الاسر اكثر من الشباب. جميل، والاوقات اللي يجوا فيها الاسر مثلا؟ والله هي ما في اوقات محدده، بس يعني اكثر الاوقات تكون بين العصر والمغرب، من العصر للمغرب هذه تكون البيك تايم. يعني مثلا من الساعه 6 المغرب للساعة 8. جميل. في قناعتكم باعتبار يعني دخلتوا في هذه التجربة مالت المطاعم والمقاهي، ايش اللي يحتاجه الشاب عشان خاطر يفتح مشاريع مثل هذه؟ هو اولا في المطعم يحتاج له راس مال. راس مال. ايوه. ويحتاج له شيف او طباخ جيد. يعني هل لازم يكون هو متذوق للاكل عشان يقدر يفتح مطعم، ولا جيد في جانب اداره المشاريع لا لازم يكون متذوق لابد انه يكون متذوق في الاكل. يعني يحب الشوكولاته ويحب الاكل.
فيحتاج إلى رأس مال عشان يفتح المطعم، وبعدين يكون هو يكون أسرع، يكون إذا يعرف أي الأكلات اللي موجودة، عشان لما تروح تشتري المطابخ، هي المطابخ وحدها ما تعرف أي مطبخ، أي مكينة تكون حل أي أكلة. طيب هذا يعني ما يحتاج تكون فكرة جديدة مثل ما انت حضرت في هذه الفكرة، ان الشوة دخلتوها بإطار عصري. صحيح. وهو أكلة تقليدية طول عمرنا ناكلها إما برخال أو في العيد. أو في العيد مثلا. أيوة. تظهرها من عيد لعيد. ففكرة تطورها ما يعني هل لابد أن الواحد يدخل في السوق بفكرة جديدة عشان تستحدث، ولا ممكن يأخذ فكرة ويعيد صياغتها في السوق؟ لا، هو يقدر يأخذ فكرة ويعيد صياغتها. طيب. همبرجر في البلد. وكل واحد جالس يغير انواع، يعني مثلا في برجر بيكون يغير صوصات فيه، اللي هو صلصات. صلصات. أيوة. فهل تكرار هذه المطاعم يثري المطاعم ولا يزيد التنافس فيها؟ يزيد التنافس. يزيد فيها. التنافس، وبالتالي يزيد الجوده. صحيح. وبالنسبه للمقاهي، لان ايضا المقاهي موجوده كثير الحين في حتى المقاهي موجوده، يعني نحن مثلا الفكره هذه اللي نحن عملناها الشوكليت، يمكن في هنا عندنا في السلطنه ما في مطاعم كثيره اللي تقدم هذه الاشياء، يمكن في مطعم ولا مطعمين غير الفنادق طبعا. طيب. لكن احنا مثلا تخصصنا في عندنا مثلا عندنا ابره الشوكليت. اي لاحظنا في التقرير هذا. في التقرير. مثلا هذا شيء جديد. طب هذا شيء جديد طبعا. شيء جديد. ايوه. انه هو معناته تخلق الادمان تخلق الادمان للشوكولاته. ايوه. طيب هذا النمط الحياة اللي هو صار الأكل، مثلا معظم الشباب يأكلوا في الخارج، معظم الأسر تجي للجانب الحلويات، ما يأثر على الجانب الصحي للأفراد احنا يعني في مجتمعاتنا؟ انا يعني الحمد لله المطعم اللي نحن فتحنا هو صحي جدا، عشان الخبز اللي نحن نستخدمها، الخبز هو صحي، يعني مثلا عندك الهول ويت اللي هو ايوه، ونحن نستخدم نسبة قليلة من الدهون، مثل نفس الزيت، ما نستخدم زيت في الاكل، يعني الهمبرجر بعد لما نطبخه ما يكون فيها زيت كثير. فمراعين الجانب الصحي عندكم في المطعم، واختلال مطعمكم كله عباره عن حلويات. كله عن حلويات، والشيء المميز عندنا ان في الشوكليت نفسه ما نضيف اي سكر، يعني ما في اي كميه سكر تنضاف عليه. فبالتالي يكون يعني طبيعي مثل ما ديانه. صحتين وعافية، ويعني نتمنى للجميع بأنه هذا اللي يجرب مطعم شوة إكسبرس إن شاء الله، وأيضاً الشوكومانيا. نشكر الأخ علي بن فياض العبد اللطيف صاحب مطعم شوة إكسبرس. شكراً. ونشكر أيضاً الأخ طلال بن جميل بن علي صاحب مقهى شوكومانيا. شكراً لكم. ونتمنى لكم جميعاً مشاهدينا عشاء هني وصحة وعافية عليكم، وإن شاء الله نلقاكم الأسبوع القادم. نودعكم طاقم الفريق، يودعكم هذا المساء، نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة وممتعة. شكراً.